بس في شيء واحد. في شيء واحد اللي هو ضيق. اضيق عن الجديد. انا كشخص طولي انا 189 وطبعا في لحم فمو باي موتر ارتاح فيه، اما هذا احسه اضيق عن القديم ما ادري ليش. بصراحه الموتر شوي ضيق نوعا ما، ما حسيت انه وايد وسعوا او شيء. بس الشيء اللي ما عجبني في الموتر الصراحه وضعيه الجلوس والمساحات الداخليه، ما حسيت انهم طوروها عن السابق. شوي ضيق مقارنه بسيارات وايد من هذه الفئه. اذا نحب نتكلم، هذا الموتر ينافس الفورد اكسبيديشن، الجي ام سي يوكن، والنيسان باترول طبعا اهم منافس. يعني شوي ضيق الموتر، ما حسيت انه عدلوه من ناحيه المساحات الداخليه.